أعرب مجلس النواب عن رفضه للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي لا يتسمو بالمصداقية أو الحيادية. وأضاف المجلس في بيان له أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي اليائسة وغير المبررة بادعاء امتلاكه سلطة تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه. وأوضح مجلس النواب أن ادعاءات البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مسبقة عن العملية الانتخابية. وأكد مجلس النواب أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع، لافتا إلى أن الهيئة سبق وأن أكدت عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قراراتها، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقي جميع شكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية.